السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال للبيم بروجكت سوشن بلان. ده بيبقى مهم جدا بحيث نعرف هنشتغل ازاي، هنسلم المشروع ازاي. فده بيبقى بين الاستشاري او المقاول والمالك. اي حد بيعمل البيم لازم يعمل العقد دوت. انت بتعمل بيم لشركة تانية، فبتعمل العقد دوت على اساس ما تختلفوش وتبقى فيه كل الامور واضحة. ممكن يكون هو متوقع ان انت تسلمه حاجة وانت هتسلمه حاجة تانية، تمام؟ فبنبدأ أول حاجة إن احنا نكتب اسم المشروع ورقم المشروع. ممكن يكون رقم المشروع مختلف من الاستشاري للمالك للمقاول، فممكن كل واحد يكتب رقم بتاعه. ممكن مثلا واحد صاحب شركة استشارية والمشروع ده بالنسبة له مثلا 313، ده المشروع رقم 313. المالك هو بالنسبة له ده أول مشروع فهيسمي رقم واحد. فبنبدأ نشوف هل ليهم نفس الرقم ولا أرقام مختلفة ونكتبهم كلهم عشان ما نختلفش. وبنكتب وصف المشروع وبنكتب النوع العقد ايه، يعني انتجريتد بروجكت ديليفري ولا هياخد المشروع ويصممه هو، ولا هياخد المشروع وفي شركة تانية هي اللي هتصمم. هو هيعمل شغل المقاولة وهو هيعمل شغل التصميم. المكان المشروع، اي معلومات عايزين نضيفها، الاسكادول، مواعيد التسليم، كل مرحلة من مراحل التسليم ما هي تبدأ تكتب التواريخ. ممكن تكون انت مثلا اتفقت معايا ان انت هتقف عند مثلا الديزاين ديفلوبمنت، يبقى كل دول تقدر تلغيه بدون بشكل خاص. التايم لاين، هنبعت الحاجه وبعد كده في مراجعه وفي بيم اكسكيوشن بلان هيتعمل ابديتد. لان اللي انا هبع البيم اكسكيوشن بلان اللي انا هعمله حتى لو 1000000% صح، اكيد هو عنده اي تعديلات عليها فيبعتها ونبدا نعدل عليها. كل الاشخاص المشاركه في المشروع بنكتب هم تبع الشركه واسمهم ايه واللوكيشن والايميل والفون اساس نقدر نتصل بيهم. وكل واحد مسؤول عن ايه، يعني مثلا ده البيم مانجر، ده البيم كوردينيتور، ده ليه صلاحيات معينه. الاستخدام بتاعت البيم، ممكن واحد عايز يستخدم عامل مودل كله مخصوص عشان موضوع تقدير التكلفه بس، يعني هو مش عايزه لأي سبب آخر غير إن هو عايز يعرف المشروع ده هيكسبه ولا خسره. فبنبدأ نشوف الأهداف، وكل مرحلة من مراحل الشغل ممكن يكون لها أهداف خاصة بيها. فمثلا في الأول محتاجين إن احنا نعمل في الإسكيماتيك ده هنعمل دراسة للرياح وللشمس و فبنبدأ نكتبها. استخدامات البيم في كل مرحلة من المراحل، ممكن مثلا في مرحلة البلان احنا لسه في التخطيط، السايت أناليسيز، 3D سيفتي، هنبدأ نشوف مثلا 5D. في مرحلة ديزاين عايز اعمل انا بقى ديزاين كوردينيشن، تحليل الاضاءة، تحليل الشمس، تحليل الطاقة، تحليل الرياح. في مرحلة الكونستراكشن مهم بالنسبة لي 3D كوردينيشن، كلاش ديتكشن، عايز اعمل 4D و5D. الاوبريت اثناء التشغيل، بيلدينج مينتيننس سكادول، بيلدينج سيستم اناليسيس، ان انا اعمل ادارة للاصول، ان انا اعمل ادارة للمساحات اللي موجودة عندي، ان انا اطور موديل على اساس اي تعديلات بتحصل في المبنى الحقيقي. دي استخدامات البيم. ريكورد موديلنج مثلا هتبقى ايه المواصفات اللي فيها، مين اللي مسؤول عنها، ايه الملفات اللي هنشتغل عليها. وبتكلم بقى عن السايت اناليسيز، كل الحاجات اللي هي خاصه بالاستخدامات بتاعت الموديل بتاعت البيم نقدر نستخدمه في ايه. ما دام انت عملت الموديل تقدر تعمل بيه 4D 5D، تعمل بيه سستينابيلتي اناليسيز، تعمل بيه انرجي، تعمل بيه اداره الاصول اساس مانجمنت. هنا بقى بتكلم على التسليمات، يعني في مرحله الفكره نفسها انا مش مطلوب مني ان انا ابعت لك ملف من ملفات البيم او ملف من ملفات برامج الريفت او الاركاد او تكلا، انا ابعت لك PDF، تمام؟ وبعد كده في السكيماتيك ديزاين ابعت لك مثلا PDF. ممكن تقول لا انا عايز ملف الريفت من اول السكيماتيك ديزاين، مفيش مشكله هبعته لك، بس انت عارف ان في معلومات كتيره ناقصه. ممكن تقول لي انا نتفق مثلا ان الملفات الخاصه ببرامج البيم ديت هتسلم مثلا في اخر مرحله، تمام؟ يعني حسب الاتفاق، يعني الكلام دوت مش ثابت، لا ده مثال وانت بتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. كل مرحله من المراحل تقول له انا سالم فيها ايه،
بعد كده السوفت وير مثلا في الاركتكشر هنشتغل برامج كذا، في الاستراكشر هنشتغل برامج كذا، كل البرامج وبتكتب الاصدار بتاعها، ما ينفعش تكتب ريفت وتسكت، لازم تكتب 2012 2013 وهكذا، لان ده بيعمل مشاكل كتيره بعد كده، لان ممكن يكون هو شغال على فيرجن وانت شغال على فيرجن تاني. هنتفق على طريقه تخزين المعلومات او هنتبادل المعلومات من خلال اف تي بي، من دروب بوكس، جوجل درايف، اي 360، اي حاجه احنا متفقين عليها ما فيهاش مشكله. تمام. البروجكت فولدر هنعمل فولدرات، مثلا في فولدر اسمه كذا وجوه كذا، دي برضو حسب الاتفاق بتاعنا. موديل فايل نيمنج، فاحنا ممكن بدل ما نقعد نتكلم كتير نقول احنا هنستخدم الكود الفلاني فخلاص. اللي عايز يشتغل يعني كله يشتغل بطريقه التسميه اللي موجوده في الكود دوت، يعني في كذا كود للتسميه نتفق على كود فيهم. هنا الميتنج هيبقى كل قد ايه، ممكن كل اسبوع، ممكن مرتين في الاسبوع، ممكن كل اسبوعين. هنا بنتفق على الالوان اللي هنستخدمها اثناء الشغل، بحيث ان انا اول ما اشوف اللون الازرق دوت اعرف ان ده مثلا سبلاي اير، ده ريتيرن اير، فده بيسهل كتير في موضوع الكوردينيشن. بنتفق بقى كواليتي كنترول هيبقى بأني سوفت وير، الستاندرد تشيك هيبقى من السوفت وير، كل الحاجات اللي هنعمل عليها كيو اي كيو سي، نتفق ايه البرامج اللي هتستخدم وايه درجة الانحراف المعياري، او لو في مثلا نسبة خطأ قد ايه، او مسموح بالنسبة خطأ قد ايه. الموديل كنترول ريكويرمنت دي ال ال او دي، بنشوف الفاونديشن مثلا هيسلم 3 دي ولا 2 دي ولا هنحط المواصفات وخلاص. هنا الريفت ورك سيت تقدر تتفق عليها، اسماء الورك سيت للمعماري والجيوكار ميكانيكال، المعلومات اللي هتبقى موجوده دي. هنا بيقول لي كل اختصار او كل كلمة وصف ليها، يعني اول ما تلاقي ال NWF ده عبارة عن ايه، ده الملف الاصلي اللي بيطلع من نفس وركس، لومني كلاس، ال GIS، ايه المقصود بالمصطلحات ديت، وهنا في بعض الريفرنس اللي ممكن تستفاد منها.